فائدة دراسة التراث وما فائدة الحفاظ على التراث والثقافة المادية؟ هناك أولويات في حياتنا المعاصرة أهم بكثير من هذا، فيما ستفيدنا هكذا أمور، اللهم غير الباحثين والأكاديميين والدارسين. نعم، هذا الحديث موجود ومشروع، يعني إذا كان هناك أشخاص لا يهتمون بهذه الجوانب من الثقافة البشرية فلهم ذلك، ولكن لما ننظر في هذه الجوانب المتعلقة بالتراث بصفة عامة بما فيه التراث الثقافي غير المادي، فمسار الشعوب الآن بين على أنه الاهتمام به يربط الماضي بالحاضر ويربط الأجيال ويساهم في تعزيز الهوية الثقافية، يساهم كذلك في الدورة الاقتصادية من خلال ربطه بالاقتصاد بصفة عامة خاصة السياحة. يعني هذه الجوانب كلها تبرز أن هذا التراث هو مهم جدا، والدليل هو أن الشعوب التي تهتم أو الدول التي تهتم بالتراث الثقافي تجدها دول متقدمة في غالب الأحيان.